والله بالنسبة لمية السد كانت موفرة علينا جزء كبير من المصروف، كبير كبير كتير. يعني الصعوبات اللي عم نواجه هلق بالنسبة للجب، رحنا جبنا طرمبة وطلعت عطلانة ومصداية، رحنا قصينا ولحمنا وكلفتنا كتير كتير كلفتنا، ومركبين التراكتور مرة يعطل التراكتور نرجع نركب الأندرية يعطل الأندرية، مصروف كبير. والله بالنسبة للسد كان موفر علينا كتير، كنا مثلا نسقي على مية السد بست سبع لتورة نسقي هالبستان كله، هلق على التراكتور بدنا 50 60 لتر مازوت لحتى نخلص هالبستان. كبداية أمر موضوع السد كان موضوعه تمام الحمد لله رب العالمين، وكانت الناس كلياتها عمالة تسقي ووضعهم تمام تمام. اليوم من شهر شغلة شهر السد ميته جفت خالصة، التجأت هالمزارعين إلى السقاية. اليوم السقاية اللي عنده موتور على حسابه عمالة يسقي، يعني تقريبا ماشي حاله، واليوم في ناس عمالة تسقي بالساعة. اليوم الساعة ب80 ليرة، فأغلب الناس اللي ما عندها قدرة أنه بتدفع سقاية 80 ليرة على الساعة تركت المواسم، تركتها وما إلها قدرة أنه بتحسن، ما بتحسن أنه تأمن مي لهالمحصول. وهلق بتروح بتشوف على كذا محصول، بتروح بتشوفهم كلياتهم وضع يرثى إليه. سد قسطون تبلغ نسبة التخزين العظمي حوالي 27 مليون متر مكعب، يتم تأمين حوالي 3 مليون متر مكعب من حصاد مياه الأمطار والسيول في الآتي من جبل الزاوي. الموسم المطر الماضي للأسف شديد، يعني كان قليل جدا ولم يصل إلى ثلثي المعدل العام، مما انخفض في نسبة تخزين مياه سد. هذا الأمر انعكس على الفلاحين سلبا، مما أدى إلى تقريبا يعني يباس بعض المزروعات، جفاف بعض المزروعات، أيضا تحويل بعض الأراضي من مروي إلى بعلي.